باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا كنت حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد تدعو للتوحيد. الآن عندنا شبة النار من الخارج صح؟ رأيت يا شيخ من داخل؟ شبة النار. هذا الولد الصغير يمشي ويكاد يسقط في هذه الحفرة في شبة النار. وهذا يرى هذول المجموعة هذول يرى هذا الصغير يحذره أو يتركوه؟ لو تركوه يضمنه؟ أنت ترى أمامك يوشك الوقوع تقول انتبه أو تتركه؟ وإذا ما قلت له انتبه وسقط تضمن السلطان يضمنك تأثم تأثم. هذا في ماذا؟ في نار الدنيا حفرة من حفر الدنيا. كيف وأنت ترى الآن الكفار أوشكوا الوقوع في حفر النيران تنبههم أو لا؟ إذن لماذا لا ننبههم؟ لماذا يا أخوانا لا ندعو للتوحيد؟ هل تشك في التوحيد؟ الذي يشك في التوحيد كافر كفر أكبر. إذا ما تشك في التوحيد لماذا لا ندعو للتوحيد؟ لا أدري. لماذا لا نعلم الناس التوحيد؟ الفتوى لها كبار العلماء لا تفتي كما يقول عندنا بعض الشباب يقول لا تفلسف. لكن شيء لا تشك فيه 1%، لماذا لا تدعو إليه؟ لماذا؟ موحد لابد تدعو للتوحيد. ماذا قال الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا كنت حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا تشك فيه طرفة عين هذا تدعو إليه. تفتي؟ لا. تشك 1%؟ اسكت لا تتكلم. إذا إخواننا لماذا لا ندعو للتوحيد؟